هالو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وكل طلاب وطالبات سنه اولى اعدادي. مكملين مع بعض منهج اولى اعدادي للترم الاول. تعالوا نشوف مع بعض النهارده ان شاء الله. وصلنا ليونت 2 ليسن 3 اند 4، وهناخد الجزء الاول شرح الفوكابلري الكلمات الجديده وشرح النوتس اللي على الكلمات، وهنقرا مع بعض الدرس. والجزء الثاني الفيديو الثاني هيبقى على الجرامر. تمام، ركزوا معايا. بسم الله، هنفتح مع بعض كتاب المعاصر بيج 84. مع بعض هنشوف اول كلمه معانا. كلنا عارفين طبعا كلمه سكول معناها مدرسه. طيب ويونيفورم، يونيفورم زي موحد، يعني في المدرسه كلنا بنبقى لابسين زي بعض. سكول يونيفورم زي مدرسي. تمام، سكول رولز، رولز معناها قواعد قوانين. سكول رولز القواعد المدرسية. وكمان سكول اوبجكتس ادوات مدرسية. اوبجكت معناها شيء، اداة. اوبجكتس ادوات، سكول اوبجكتس ادوات مدرسية. سايكل يسوق دراجة، يركب دراجة. تمام، يركب دراجة. السي الاولانية بتتنطق بصوت السي، والسي التانية بتتنطق بصوت كي كي. تمام، فولو يتبع، يعني لو انا قلت ان انا بتبع قوانين المدرسة يبقى فولو فولو. كالتشر ثقافة، والتي يو ار اي دي اسمها مقطع بتتنطق تشار تشار. ارجعوا لسلسلة حلقات التأسيس يا ولاد، هتلاقوا نطق الحروف ديات ازاي، نطق حرف السي، نطق مقاطع الحروف ازاي. ارجعوا لسلسلة حلقات القناة، سلسلة التأسيس. وي معناها طريقة او وسيلة. رين بتيجي فعل، لو جت فعل بتبقى معناها تمطر، تمطر السماء تمطر. وبيبقى الماضي منها rained. وبتيجي كمان noun اسم بمعنى مطر rain. snow موبايل، snow موبايل معناها دراجة جليدية، يعني دراجة بتستخدم للمناطق الجليدية، مخصصة في المناطق اللي فيها جليد. كانو اللي هو قارب، هي اسم وفعل في نفس الوقت. كانو اللي هو قارب صغير بيشيل شخص او شخصين او ثلاثة بالكتير قوي، او بمعنى يجدف في المية، يجدف في المية. كانو والماضي منها كانود. تمام، تعال نشوف كلمات لسن 3 كده. فوتبول، احنا فوتبول طبعا كرة قدم. وشيرت قميص، فوتبول شيرت قميص كرة القدم. تمام، بنسل كيس مقلمة، المقلمة اللي بنحط فيها أدواتنا الدراسية المدرسية. أوفيس مكتب، تيتشرز روم حجرة المدرسين. خدوا بالكم الاس أبوستروفيه أهي، بصوا عشان تيتشر مدرس، تيتشرز اسم جامعة أهي، مدرسين جا بعدها روم حجرة المدرسين. صح، مش احنا أخدنا في يونت 1 إن الأبوستروفي اس في الجمع بتيجي بعدها، يعني اهي مش احنا قلنا ان الابوستروفي اس بتعبر عن الملكيه، بتربط المالك بالمملوك. صح، وقلنا ان في الجمع مع الجمع الفاصله بتيجي بعد الاس اهي. تيتشرز روم. موتور بايك يعني موتوسيكل، دراجه بخاريه. تاول فوطه. تمام، بعد كده فورمس، فورمس الفورم اللي هو الشكل النمط. فورمس اشكال انماط. ترانسبورت النقل والمواصلات، ترانسبورت النقل والمواصلات. ترافل يسافر، الباست منها ترافلد. اجين مره تانية، اجين يعني بعيد الحاجه مره تانية. فيليج اللي هي قريه. جيرني رحله طويله، اخذنا قبل كده ان تريب رحله قصيره، جيرني رحله طويله. ليك بنيوني يعني بحيره، ليك بحيره، بنيوني اسم البحيرة. تمام، أوغندا دولة اسمها أوغندا. طيب تعالوا نشوف بقى فورمس اوف ترانسبورت. احنا عرفنا ان ترانسبورت هي المواصلات العام، المواصلات. تمام، تعالوا نشوف اشكال المواصلات. هي المواصلات دي بتعمل لي ايه؟ المواصلات دي بتنقلني من مكان لمكان. في كتير اشكال كتيرة قوي وانماط كتيرة قوي للمواصلات. اقدر اتنقل من مكان للتاني بطرق مختلفة قوي. اقدر اتنقل، كانوا زمان بيمشوا عن طريق الجمل، بيركبوا الجمال، حيوانات. انيمال، انيمال حيوان. اقدر اتنقل عن طريق الحيوان اللي هو كامل، جمل كامل.
كمان في المدينة، لو أنا في المدينة وأقدر عايز أركب حاجة من الترانسبورت، هركب الكار العربية، هركب تاكسي. لو أنا هتنقل من مكان لمكان على المية on water، أقدر أركب بوت مركب. لو أنا هسافر عن طريق الطيران في الجو in the air، هقدر أركب البلين الطائرة. تعال نروح لبيج 85 كده نشوف مع بعض تصريف الأفعال. إحنا متفقين مع بعض إن إحنا كل فعل في اللغة الإنجليزية له ثلاث تصريفات، تصريف أول وتصريف تاني وتصريف تالت. اتفقت معاكم إن إحنا هندرس في الترم الأول في أولى إعدادي التصريف الأول والتصريف التاني، وتحفظوه معايا وتكونوا تمام فيه، علشان في النص التاني إن شاء الله في الترم التاني نكون بقى خلاص هيبقى علينا ده بس اللي حفظ. أول حاجة وير، يرتدي، يلبس. الدبليو هنا بتتنطق بصوت و و، وير يرتدي أو يلبس. الماضي منها وور، فورجت ينسى، الماضي منها فورجوت نسي. تعالوا نشوف بقى الكلمة وعكسها، يلا. كايند طيب، شخص طيب، عطوف، رحيم، كايند. عكسها شخص قاسي، غير طيب، ان كايند. خارج اوت سايد، يعني منطقة خارج البيت، بتكلم عن حاجة خارج البيت outside. طب inside، داخل المكان نفسه inside. dangerous، خطير، صفة dangerous معناها خطير. safe، آمن، safe، آمن. forget، ينسى. remember، يتذكر، تمام، يفتكر حاجة. طيب تعالوا نشوف بقى الديفينيشنز اللي احنا بنعرفها، واحنا اتفقنا ان الجزء الخاص بالديفينيشنز ده بالتعريفات ده علشان لما يجي لي في سؤال تشوز اقدر اعرف الكلمه ايه لما يجيب لي الديفينيشن. يعني هنا ايه هو الكانو؟ الكانو دوت سمول نارو بوت، مركب او قارب صغير، بقى مركب صغير ضيق وصغير. for one or two people، لشخص او شخصين بس، يعني الحمولة بتاعته يقدر يركب فيه شخص او اتنين بس. سايكل اللي هي معناها رايد ابايسكل، يركب دراجة. سنو موبايل معناها دراجة جليدية، يعني a vehicle، ال h silent، a vehicle that you can، اللي انت بتقدر بتستطيع drive، تركبها او بتقودها on snow، على التلج، اسمها snow mobile. اوغندا country يعني دولة، in center africa، في افريقيا الوسطى. خلاص تعالوا بقى كده احنا قرينا الكلمات، تعالوا كده نسمع درس الليسننج، واسمعوا كويس درس الليسننج. على فكرة الاستماع لدرس الليسننج ده هيفيدكم في الحل. تعالوا نشوف كده، يلا نستمع مع بعض. وده عبارة عن ديالوج بين فاطمة وبين بنت تانية اسمها مريم. تعالوا نشوف بيتكلموا عن ايه. فاطمة بتقول هاي مريم، اهلا يا مريم. Is this ملك's بن، هل هذا ألم ملك؟ خدوا بالكم من الابوستروفي اس دي، ألم ملك، ملك هي اللي بتملك الألم، تمام. No That's Judy's bin، لأ ده ألم جودي، بصوا برضو الأبوستروفي إس، الملكية. ركزوا بيتكتب إزاي علشان في فيديو جرامر هنشرح أبوستروفي إس بالتفصيل. She always uses that bin، هي دائما بتستخدم الألم ده. فاطمة قالت لها أوكي، Who's bag is this، بتاعت مين الشنطة دي، ملك مين الشنطة دي. مريم ردت عليها وقالت لها That's Huda's bag، هذه شنطة هدى، أبوستروفي إس برضو، إس الملكية. فاطمة قالت لها No لأ It's not Huda's bag، لأ هي دي مش شنطة هدى. Her bag is red، شنطتها لونها أحمر. His bag، this bag is blue، والشنطة دي لونها أزرق. مريم ردت عليها وقالت لها Oh okay then it's Malak's bag، تمام يبقى كده بقى دي شنطة ملك. فاطمة قالت لها There is a book on the desk، بيوجد كتاب على الديسك على المكتب. Is that your book، هل هذا كتاب ده كتابك انت، your كتابك انت. مريم قالت لها No it's the teacher's book،
لأ ده كتاب المدرسين. All the teachers use that book. كل المدرسين بيستخدموا الكتاب ده. فاطمة قالت لها I know. ماشي أنا عرفت whose rule this is. أنا عرفت بقى المسطرة دي بتاعت مين. It has Dalia and Azza's names on it. لأن أسماء داليا وعزة عليها. تمام؟ من الواضح من درس الليسنينج ده إن هو بيعرفني الأبوستروفي إس الملكية. تمام؟ طيب turn the page وتعالوا بقى نروح لدرس الريدنج. ودرس الريدنج ده هتلاقوه في الكتاب الستودنت بوك في صفحة 18. تعالوا نشوف بقى كده ده دايالوج بين الناريتور. ناريتور يعني ايه؟ ناريتور يا ولاد يعني راوي الحاجة، يعني هو المؤلف، هو اللي كاتب الحاجة دي. ماشي؟ هو اللي بيحكيها لنا. خلاص ناريتور بيقول لنا every morning كل صباح children from this village الأطفال من هذه القرية in Egypt في مصر cycle to school يعني بيركبوا الدراجة للمدرسة، يعني بيروحوا المدرسة عن طريق ركوبهم الدراجة. ماشي بيبدأ بقى يشرح لي وسيلة المواصلات ان الدراجة دي ايه. It's a cheap رخيص الثمن and healthy وصحي way يعني بيقول لنا دي طريقة صحية ورخيصة. رخيصة لان الدراجة مش يعني هتوفر لهم فلوس ان هم يركبوا عربية، وكمان صحية لانها عبارة عن تمرينات رياضية، وكمان هي هتخل يعني حركة الرجل نفسها وانت بتسوق الدراجة دي كأنها تمرينات رياضية، فعلشان كده هي طريقة healthy to travel ان انت تتسافر او تتنقل من مكان لمكان. الولد قال له when the roads are busy لما عندما تكون الطرق مزدحمة the bus is slow الاوتوبيس بيكون بطيء but لكن the bike is quick لكن الدراجة بتكون سريعة، لأن الطرق مزدحمة الدراجة ما بتاخدش مساحة كبيرة زي الأوتوبيس، مساحتها مش كبيرة، فبتقدر إن هي يعني تحود بين السيارات بين العربيات، فعلشان كده بتقدر تكون أسرع. الناريتور بيقول these children هؤلاء الأطفال live next to Lake Painui in Uganda يعني الأطفال دول بيعيشوا في البحيرة بيبقى ليها حرفين كده صح؟ طيب بيعيشوا في الناحية التانية من شط البحيرة. Their school مدرستهم is on the other side على الجانب الآخر of the lake يعني هم على الناحية دي من البحيرة والمدرسة على الناحية التانية من البحيرة. So they don't walk to school لذلك علشان كده هما مش بيمشوا للمدرسة. أمال بيعملوا إيه؟ they go in a canoe يعني بيتنقلوا بيروحوا للمدرسة عن طريق الكانو عن طريق القارب الصغير. the canoe takes the children to school and home again every day القارب ده بياخد الأطفال دي للمدرسة وبيرجعهم تاني للبيت مرة تانية كل يوم. تعالوا نشوف الولد بيقول إيه. بيقول sometimes بيعقب بقى يعني الناريتور كل ما بيقول حاجة الولد بيعقب على كلامه بيرد على كلامه ده. تمام الولد بقى بيقول لنا ايه sometimes احيانا when it rains لما الدنيا بتمطر a lot كتير يعني لما المطر بيبقى كتير the water's dangerous يعني خطورة المية and we can't المية بتبقى خطيرة the water is dangerous المية بتكون خطيرة and we can't go to school that day وما بنقدرش نروح المدرسة في اليوم دوت علشان هما بيركبوا عن طريق البحيرة. طيب تعالوا نشوف بقى الناريتور بيقول لنا ايه تاني. بيقول لنا this boy هذا الولد lives in the USA في الولايات المتحدة الأمريكية in winter في الشتاء there is a lot of snow طبعا بيبقى فيه تلج كتير جدا. طب الأطفال بيعملوا ايه بيروحوا المدرسة ازاي the children travel to school يعني الأطفال بيتنقلوا للمدرسة on a snowmobile الدراجة الجليدية. الولد بقى بيعقب على الكلام ده وبيقول ايه it's cold الجو برد but it's fast يعني الدراجة الجليدية بيبقى الجو برد لكن الدراجة الجليدية بتبقى سريعة جدا and fun وفي نفس الوقت ممتعة. سبحان الله كل بيئة كل دولة ليها بيئتها المختلفة
في بيئه بتبقى حر، في بيئه بتبقى برد، ربنا مسخر لنا حاجات كتيره قوي. يعني سخر لنا ان الانسان صنع القارب، صنع الدراجه، صنع وسائل المواصلات المختلفه اللي بنقدر نتنقل بيها من مكان لمكان، والانسان بيقدر يكيف نفسه على حسب البيئه اللي هو عايش فيها. تعالوا نشوف جزء الريدنج الثاني. How do they go to school؟ كيف هم يذهبوا إلى المدرسة؟ In some countries, في بعض الدول, children live a long way from their school. الأطفال بيعيشوا long way from their school، بيعيشوا في طريق بعيد شوية، بعيد من مدرستهم. Away from، تمام؟ بعيد من. They don't go to school by car. هم ما بيذهبوش المدرسة بالعربية ولا بالباص or train. Every morning كل يوم children from this village، الأطفال من هذه القرية in Egypt في مصر، cycle to school. يعني بيعملوا إيه بقى؟ بيركبوا الدراجة للمدرسة. It's a cheap and healthy way. يعني دي طريقة رخيصة في الثمن، مش بتكلفهم كتير، وكمان صحية. To travel they can always arrive on time. وكمان هم بيقدروا يوصلوا on time. خلي بالك on time يعني في الميعاد المظبوط، في الميعاد بالظبط، الميعاد المحدد ليهم. These children، هؤلاء الأطفال، live next to lake Binoy in Uganda. يعني الأطفال دول بيعيشوا في الجانب الآخر من البحيرة بانيوني في دولة أوغندا. Their school is on the other side of the lake. مدرستهم على الجانب الآخر من البحيرة. So they don't walk to school. علشان كده هم مش بيمشوا للمدرسة. They go in a canoe. بيروحوا عن طريق قارب صغير. The canoe takes the children to school and home again every day. تعالوا نروح لبيج 87 كده ونشوف مع بعض. بيقول لي this boy، هذا الولد lives in the USA، نفس اللي احنا قلناه، بيعيش في امريكا، في دولة امريكا، وفي الشتاء بيركب السنو موبايل. تعالوا نشوف بقى كده هنا النوتس دي يا ولاد. بصوا النوتس دي مهمة قوي، بتعرفني ايه عادة في اسم الجمع. بصوا كده معايا في الورقة دي، في اسم الجمع معروف ان احنا اي اسم جمع بنضيف له اس علشان اجمعه. يعني بوك يبقى بوكس، بن يبقى بنز كده، تمام؟ يعني دي رول في اللغه الانجليزيه كده، ان البلورال ناونز، الاسماء الجمع، بعمل لها ايه؟ لو اسم جمع منتظم متعود ان انا اضيف في اخر الاسم حرف الاس، بضيف في الاس في اخر الاسم حرف الاس، خلاص؟ يعني لو اي يبقى ايز بضيف لها اس الجمع، صح؟ ارم، ارمز، ليج، ليجز، بضيف لها اس الجمع. بس هنا بقى بصوا كده، هنا بيقول لي اهو، ده اهو بوي بقت بويز، توي بقت تويز، تمام؟ طيب لكن هنا بقى هوبي، هوايه، ايه ده؟ ليه ضفت لها اي اس وليه شلت الواي؟ بصوا معايا بقى، لما يكون الاسم يا ولاد ماشي اخره حرف واي، بينتهي بحرف واي، وقبل الواي دي حرف ساكن. يعني ايه حرف ساكن؟ خلاص بقى في اولى اعدادي المفروض تبقوا عارفين، بس هفكركم برضو. الحروف المتحركه هي خمس حروف، اي واي واي واو ويو، بنعملها بالشكل ده. الاو اهي هي الدايره الكبيره دي، والاي 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 واليو. لو قبل الواي حرف ساكن يعني مش من الحروف المتحركه دي، بعمل ايه بقى؟ بحذف الواي خالص، وبكتب بدلها الاي، وبكتب بعدها اي واس. هوبي، هوبز، كانتري، كانتريز. عرفنا بنعمل ايه؟ تمام. يلا بينا نتنقل على النقطه الثانيه. هنا حط قبل اسم المفرد ايه، لكن بويز ما حطلهاش ايه، وتوي حطلها ايه، لكن تويز ما حطلهاش ايه. ليه؟ علشان في فيديو على ادوات النكره، على فكره برضو على في سلسله تاسيس الحلقات على القناه. بص يا ولاد، ادوات النكره عموما الاي والان، خلاص، بستخدمها دايما مع الاسماء المفرده المعدوده، تمام؟ يعني بصوا كده، يعني ما اقدرش
يعني انا كاتبه لكم اهو، بصوا ابوي اهي، لكن ابويز لا غلط، متنفعش. ليه؟ علشان بصوا كده، علشان ايه؟ او ان ما ينفعش استخدمها مع اسماء الجمع، ما تنفعش مع الجمع خالص خالص. تمام، شرح الملزمة دي على فكرة هتلاقوه على القناة، ماشي، ادوات النكرة. تمام، طيب بصوا يا اولاد، هنا اون تايم وان تايم. ايه الفرق بين اون تايم وان تايم؟ اون تايم يعني في الوقت المحدد، في الوقت اللي متحدد لي بالظبط، خلاص. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت مثلا good students arrive at school on time، هم بيروحوا بيروحوا في الوقت المحدد بالظبط ليهم، خلاص، بيروحوا ايه في الوقت بالظبط، مظبوط. يعني لو ميعادهم الساعه 8 بيروحوا 8 بالظبط. لكن in time، in time قبل الوقت ده بحاجه قليله، بخمس دقائق 10 دقائق كده، تمام. في ان تايم في الوقت المناسب، يعني هم راحوا فعلا كانوا مستعدين ومجهزين نفسهم ورايحين 8 الا 5، يعني قبل الوقت كمان، خلاص. يبقى ان تايم في الوقت المناسب، وان تايم في الوقت المحدد، خلاص. ان تايم علي سيف ذا يانج بوي، ان تايم علي انقذ الولد الصغير في الوقت المناسب. تعالوا بقى نشوف ديت ونشوف ايه حكايه الوسائل المواصلات دي. بصوا يا اولاد، لما اقول كلمه هو بيركب العجلة، هو بيروح العربية، بيروح شغله أو بيروح المدرسة بالدراجة، هقول إيه؟ He goes to school by bicycle أو by bike، خلاص. bicycle و bike هما الاثنين معناهم دراجة، زي ما أنا بقول في العربي كده عجلة ودراجة، تمام، فهما الاثنين اسمهم دراجة، نفس المعنى. هقدر أقول بدل ما أقول by bicycle أو by bike أقول he cycles. هي سايكلز. ليه؟ علشان سايكل، سايكل الكلمه ديت بس معناها يقود دراجه. يبقى انا لما اقرا كلمه سايكل ابقى عارفه ان معناها ان هو راح بالبايسكل. طب لما اقول باسم اولويز درايفز تو ورك، درايف، درايف يعني يقود، درايف يعني يقود، يسوق. فهيسوق ايه؟ هيسوق عربيه، هيسوق تاكسي، يبقى اكيد باي كار، خلاص. درايف يعني للسواقة. طيب وي اوفن ووك تو سكول، ووك ووك يمشي. طب احنا بنمشي، بنمشي ايه؟ نمشي على رجلينا، يبقى معنى ووك معناها اون فوت، معنى ووك اون فوت. طب لما اقول رحمة يوجوالي فلايز تو اورجاندا، فلايز رحمة بتطير، هي رحمة الانسان بيعرف يطير؟ لا، يعني معناها ايه؟ معناها انه سافر عن طريق الطيران، عن طريق الجو. هيسافر بايه بقى في الطيران؟ طبعا اكيد هيستخدم الطياره، يبقى باي بلين، باي بلين. يبقى لما اقول فلايز معناها انه ركب طياره. طب لما اقول تورست سيلد تو الكسندريا، سيلد ابحر، سيلد معناها ابحر، يعني ايه ابحر؟ يعني ركب عن طريق البحر. فهيركب ايه عن طريق البحر؟ بوت، اكيد مركب بوت، تمام. طيب بصوا كده الفرق، احنا قلنا برضو الجزئيه دي قبل كده بس هنقولها تاني، باي كانو او ان اكانو، ايه الفرق؟ بصوا معايا كده وركزوا. بصوا يا اولاد، برضو الملزمه دي ليها حلقه، برضو حروف الجر مع وسائل المواصلات، عايز حد يدرسها باستفاضه يعني تفاصيل اكتر. حروف الجر مع وسائل المواصلات، انا بستخدم مع كل وسائل المواصلات يا اولاد الثلاث حروف دول، ايه هم بقى؟ باي، يعني كده عشان تبقى اوضح ليكم، ماشي، باي وان وان، باي وان وان، دي حروف الجر مع المواصلات. باي معناها ايه؟ باي معناها، تعالوا نشوف كده، باي معناها بواسطه، بواسطه، ملهاش شروط خالص، بتيجي مع كل وسائل المواصلات. باي بتيجي مع كل وسائل المواصلات، يعني اقدر اقول باي كار بالعربية بالسيارة، باي ترين بالقطار، باي تاكسي بالتاكسي، معناها به او بواسطة، ماشي، باي بلين بالطائرة، باي شيب بالسفينة. يبقى كلمة باي بتيجي مع كل ايه؟
وسائل المواصلات. طيب امال ان بتيجي مع ايه؟ ان بتيجي في وسائل مع وسائل ان معناها فيه بتيجي مع وسائل المواصلات الصغيره اللي قلت ان انا مش هقدر اقف فيها، خلاص اللي احنا بنركبها بنقعد على طول، كار تاكسي خلاص. وكمان اون بتيجي مع وسائل المواصلات الكبيره اللي انا بقدر امشي فيها زي الباص زي الشيب زي البلين، تمام. فهنا بصوا كده اهي، ان وان بتيجي مع وسيله المواصلات اذا كان قبلها اداه نكره، هي دي اللي عندكم اداه نكره او اداه معرفه او اداه ملكيه. يعني لو انا قلت هنا I go to work by car، انا بذهب الى العمل بالعربيه، اقدر اقول نفس الجمله واقول ايه I go to work in my car. حطيت ايه؟ ضمير ملكيه، شايفين ماي كار؟ ما ينفعش اقول باي ماي كار، انا قلت باي ايه؟ كار على طول، يعني باي تكون بعدها وسيله المواصلات على طول، لكن هنا قلت ماي كار، لا يبقى ما ينفعش باي، يبقى ان. باي بتحب وسيله المواصلات تبقى جنبها على طول. طيب لو قلت هنا اي جو تو ورك ان ا تاكسي. خلاص يا اولاد؟ تمام؟ فهمنا الجزئيه دي؟ طيب دي اون فوت. علشان كده هنا بصوا هنا لما قلنا بصوا كده لما بنقول هنا باي كانو هي هياها ان اكنو، بصوا هنا كانو اهي جت من غير اداه نكره خالص، لكن هنا اكنو لا، يبقى خلاص ابعدي يا باي وتيجي ان. خلاص يا اولاد ان اكنوا هيها باي كانوا. طب النوت بقى هنا ديت تيك معناها احنا عارفينها معناها ياخذ، بس عرفنا ان هي بتيجي بمعنى يستغرق. امتى؟ لما بيجي بعدها وقت، لما بيجي بعدها وقت. طيب بعمل ايه؟ هاو لونج داز ات تيك تو جو تو بنها، يعني كم المده اللي انت بتقدر تستغرقها بتاخدها لبنها؟ ات تيكس 3 مينيتس تو جو تو بنها، بياخد وقت مني 30 دقيقه. هاتوا بيج 88 ويلا نشوف مع بعض الاكسبريشنز والبروبوزيشنز، اهم التعبيرات واهم الحروف الجر. تعالوا نشوف كده اهم حروف الجر ايه. لما اقول على اليمين، على الجانب الاخر، على الجانب الشمال، اقولها ايه؟ هقول حرف الجر اون اون اون، تمام. خدوا بالكم هينفعكم في سؤال تشوز، هيجيلكوا في الاختيارات، هتكتبوا on on the right على جهة اليمين، on the left على جهة اليسار، on the other side of على الجانب الآخر، تمام. لما أقول take a difficult journey to، يقوم برحلة صعبة ليه to معناها لام، حرف اللام. take the same expressions بقى تعبيرات important expressions، take the same time بيستغرق نفس الوقت، يعني مكان بيستغرق نفس الوقت، او الترانسبورت المواصله دي بتستغرق نفس الوقت. say unkind things يعني بيقول اشياء غير طيبه. follow school rules بيتبع القواعد المدرسيه، دايما school rules بتيجي قبلها ايه؟ follow خلاص. يعيش بعيد عن live a long way from. لما اقول جدول المواعيد بقول قبله on the time table on the time table. لما اقول يعمل في مجموعات، يعني لو التيتشر قال لنا ان هنعمل اكتيفيتي، هنعمل نشاط معين بس كل مجموعه تعمله مع بعض، يبقى احنا كده هنعمل في ايه؟ في مجموعات. work in groups work in help each other، ده expression معناه يساعد كل منا الاخر. take شخص to place يعني تاخد شخص لمكان، يبقى to travel on يسافر في دراجة جليدية بحط عليها ايه؟ بتاخد حرف الجر ايه؟ on. walk along يمشي بطول بامتداد، لو قلت يمشي بطول البحر يمشي بامتداد الشاطئ. important to هام لكذا، حرف الجر to ده معناه لام.
تعالوا بقى نحل على اللي احنا اخدناه ده واشوفكم فهمتوا معايا ولا لا. تمام، كان لازم نشرح كويس علشان تقدروا تحلوا. احنا الوقت في بيج 88، ويلا معايا في سؤال تشوز، وفكروا من فضلكم، فكروا علشان قبل ما نحل تكونوا مجهزين كده القلم وتحلوا معايا. يلا، نمبر 1، A نقط is used معناها يستخدم to move للانتقال and travel on ice او للسفر على التلج. ice معناها الثلج. ها، ايه اللي بستخدمه بقى في الترانسبورت دي اقدر ان انا استخدمه على الجليد؟ اكيد سنو موبايل، خلاص، الدراجة الجليدية. تمام، نمبر 2، ذا سكول المدرسة، نقط should be followed in different schools. يعني ايه؟ يعني حاجة المدرسة ايه بقى؟ ينبغي انها تتبع في المدارس المختلفة. ايه هي بقى؟ rules، قوانين المدرسة، rules. تمام، نمبر 3، بنز نوت بوكس، يعني الاقلام الجاف والكراسات، and books والكتب، our school ايه؟ كلهم دول ايه؟ ادوات مدرسية. يبقى ايه؟ يبقى school objects. تمام، نمبر 4، some children، بعض الاطفال، in Egypt، في مصر، نقط to school، بيعملوا ايه؟ بيروحوا المدرسة بالدراجة، by bicycle، يعني cycle. تمام، يلا نشوف رقم 5، sometimes، احيانا، when it، عندما، ايه؟ a lot، كثيرا، the water، المية، is dangerous، بتكون خطيرة، and we can't arrive at school on time، وما بنقدرش نوصل للمدرسة في الوقت المحدد. ايه بقى؟ لما بتكون المطرة كتيرة، لما بتكون الدنيا بتمطر، يبقى when it ايه؟ rains. تعالوا نشوف رقم 6، my school، نقط، is a white shirt and blue pants، يعني قميص لونه أبيض وبنطلون لونه أزرق. يبقى ده الايه؟ ده اليونيفورم الزي المدرسي. نمبر 7، we never، احنا أبدا، ايه؟ unkind things to other students، يعني مش بنقول أقوال أو أشياء قاسية للطلاب الآخرين. نقول معناها say، ده expression say unkind things. تعالوا نشوف رقم 8، some children، بعض الأطفال، in أوغندا، في دولة أوغندا، go to school، بيذهبوا للمدرسة، in a ايه؟ ها، بيروحوا للمدرسة عن طريق ايه بقى؟ عن طريق in a canoe. تمام، طيب، عن طريق قارب عشان هما في بحيرة. بيج 89، تعالوا نشوف السؤال رقم 9 كده، بيقول لي نقط ناصر in أسوان is full of many kinds of fish. ايه اللي اسمها ناصر في أسوان ومليانة بالعديد الأنواع المختلفة من الأسماك؟ بحيرة ناصر، بحيرة معناها lake. تعالوا نشوف رقم 10، buses، cars، الأتوبيسات، العربيات، الترينز، القطارات، and motorbikes، والدراجات البخارية، الموتوسيكلات، يعني are forms of A، يعني دي كلها أشكال إيه؟ أشكال للمواصلات، transport. number 11، put all your pens in your pencil A، يعني بيقولك ضع كل الإقلام بتاعتك in your A pencil case، في مقلمتك. بنسل كيس معناها مقلمة. تعالوا نشوف رقم 2 كده، رقم 2 بيقول لي you can know a lot about different A، أنت تستطيع تعرف الكثير about، عن different، مختلف A، of countries، للبلاد أو الدول، using the internet، مستخدم الانترنت، تقدر تعرف عن الثقافات المختلفة، ثقافة culture، ثقافات cultures. تمام، زود حرف الاسم. تعالوا نروح لنمبر 13، how long does it take to finish your work، how long، كم المدة اللي انت هتستغرقها علشان تنهي عملك، يبقى take. نمبر 14، by cycling، يعني بركوب الدراجة، to school، للمدرسة، student
الطلاب can always arrive بيقدروا يوصلوا إيه time on time حرف الجر on time. Number 15 in some cities في بعض المدن city مدينة و cities جمعها مدن لأن city برضو خلي بالك أهي بصوا لو انتوا عرفتوا اللي احنا النوت اللي احنا عملناها مش city أهي آخرها حرف y وقبلها تي حرف ساكن فعلشان كده لما جمعها عملها ايه اهو حذف الواي وحط بدلها اي اس. في بعض المدن children الاطفال live along بيعيشوا ايه بقى ها from their school بيعيشوا live along way بيعيشوا يعني بعيدا عن المدرسة. اخر سؤال معايا teachers المدرسين should help ينبغي عليهم ان هم يساعدوا children to work a groups ان هم يساعدوا الاطفال ان هم يشتغلوا في مجموعات علشان ده طبعا هيخليهم يحبوا بعض يساعدوا كل واحد فيهم التاني يعلمهم التعاون يبقى work in groups دي expressions كده العمل في مجموعات. تمام كده خلصنا الجزء الاول من درسنا الـ 3 and 4 في الـ unit 2. الفيديو التاني ان شاء الله هيكون على الجرامر. استنوا بقى علشان ناخد الـ homework قبل ما ننسى عايزين تاخدوا الهومورك بتاعكم. الهومورك بتاعنا هيبقى على الجزء ده. بصوا زي ما احنا متفقين الكراسة دي هي اللي بناخد منها الهومورك بيج 12 ده الهومورك بتاعنا الجزء ده والجزء ده. تمام بيج 12 يا ريت تكتبوا لي الحل بتاع الهومورك عشان اتاكد ان انتوا حليتوا الهومورك في الكومنتس وانا اصححه لكم ولو وقفت معاكم اي حاجه برضو اسالوا فيها. بفكركم يا اولاد في البيج صفحه القناه على الفيس انجليزي كل المراحل باسم القناه برضو هتلاقوا عليها الملازم وشرح الملازم وكمان ما تنسوش تشاركوا تشيروا الفيديو تعملوا لايك علشان يوصل لعدد كتير من الطلبة ويستفيدوا بيه. باي باي.